يقول السائل الشيخ: ما الأجر المترتب على صلاة الجنازة؟ لأننا نرى البعض من الناس عندما يصلي الفرض ويكون هناك جنائز يخرج ولا يصلي على هذه الجنازة. الصلاة على الجنازة فرض كفاية فلا بد منها، وإذا صلى عليها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، حصل المطلوب، ولكن تبقى في حق البقية سنة فيها أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من حضر الجنازة أو من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن حضرها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فأجر عظيم، الذي يخرج ولا يصلي على الجنازة قد حرم نفسه من هذا الخير. نعم.